متلازمة زنقة الكلاب هي متلازمة بتصيب أغلب الطلاب إن لم يكن كلهم يعني ومعناها إن الطالب بيدرس ما تم دراسته في ثلاث أو أربع شهور خلال ساعات محددة قبل الامتحان وبتبدأ هذه المتلازمة قبل الامتحان بيوم أو اتنين أو ممكن في المواصلات أيهما أقرب وبتتلخص أعراض هذه المتلازمة في الضحك بدون سبب مترافق مع بكاء وازدياد الجوع والعطش والأكل كل دول في نفس الوقت اما بالنسبه للعلاج فبيكون عباره عن تهدئه الطالب واننا نطمنه ان الدنيا نهايتها متر في متر ويا سلام كده لو نقدم له الاكله اللي هو بيحبها وكوبايه شاي بالنعناع